تلقينا بالكابتن الكبير حسن شحاتة، صاحب 3 كؤوس إفريقية ومدرب كبير المدرب المصري. شرف أننا نصادفوا على سبور أن. سي حسن، تعليقك عن المشاركة المغربية والإنجاز المغربي. هو إنجاز بمعنى إنجاز، يعني العمل والمنتخب المغربي في البطولة دي يعتبر إنجاز بمعنى إنجاز، بالرغم أنه ما كسبش عشان يوصل للنهاية، لكن هو إنجاز كبير لمنتخب عربي احنا كلنا بنحبه وبنعشقه زي ما نقول، لان هو عنده لعيبه كبيره. او الحاجه الحلوه اللي عملها ان هم جابوا مدرب مصري، مدرب وطني، والمدرب الوطني ده يعني هيبقى احسن من اي مدرب في العالم. ليه؟ لان هو عارف لعيبته وعارف ازاي هو يروضهم وازاي هو ممكن يكسب بيهم ويوصل زي ما وصل. هو كان المفروض يوصل نهائي بس ملوش حظ، عشان كده بالحديث عن النهائي، شنو اللي تغير من خلال ملاحظتك في المنتخب المغربي وخلاه ما يكسبش مباراه فرنسا؟ يعني اللي انا اقدر اقوله لحضرتك ان هم جات لهم فرص كثيره جدا، لكن الرعونه في انهاء الهجمات دي كلها هي سبب بالظبط كده، يعني هي دي كده بالظبط. وبالتالي يعني عندهم حظ ان هو الجون الثاني جه في الوقت اللي هو المنتخب المغرب مهاجم، في الوقت اللي بيضيع فرص عديدة جون الثاني جه، وبالتالي قضى على أمله في الوصول للنهائي. شكون هم اللعيبة اللي لفتوا انتباه حسن شحات؟ لا، لعيبة المغرب كلها، يعني احنا طبعا في لعيبة قديمة زي ناصري وزي حكيم وزي بوفال وزي وزي وزي، بما فيهم حارس المرمى. حارس المرمى من الحراس الجيدين جدا جدا، بس للأسف ان هم ما ظهروش بالشكل اللي احنا نتمنى ان هم يظهروا بيه، ان هم يوصلوا للنهائي. كيف شفت يعني تنظيم كأس العالم هنا في قطر؟ بص، تنظيم كأس العالم ما ظنش ان هو اتنظم قبل كده ولا هيتنظم بعده بعد كده، لان هو دولة قطر برئيسها بحكومتها عملوا اللي هو محدش كان يتوقع ان هو يعملوه، وبالتالي ظهرت بطولة كأس العالم في النهائيات دي بشكل يعني الكل بيجمع وكل الأجانب بيجمعوا ان ده احسن كأس عالم اتعمل لغاية دلوقتي، وما ظنش انه يتكرر ثاني. شفت الحضور الجماهيري المغربي، ايش تعليقك على الجماهير؟ حضور الجماهير معروف عن الجمهور المغربي، ومعروف عن ازاي انتمائهم لبلدهم والوطنهم، وازاي هم ممكن بيتواجدوا في الوقت الصحيح لمنتخب المغرب. شكرا استاذ حسن شحاته، ونتمنى لك التوفيق ان شاء الله.